أنا معايا دلوقتي الدكتور أو الشيخ عصام تليمة، أحد علماء الأزهر الشريف. الشيخ عصام، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بالكرام. شيخ عصام، ما هو تعليقك على الفيديوهات المنتشرة هذه الأيام للاحتفال تقريبا جوه المساجد بالأغاني والموسيقى في حضور الشيخ علي جمعة والشيخ أسامة الأزهري؟ ما هو تعليقك على الفيديوهات دي يا شيخ عصام؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على آل طه ومن والاه وبعد. لا شك أولا قضية الغناء والموسيقى خارج المساجد هي قضية مختلفة فيها، اللي هي كترفيه يعني مختلف فيها بين من يجيز ومن يحرم، ونحن مع المجيزين بضوابط لا يشتمل الأمر على شيء محرم، لا يشتمل على كلام يناقض ثابتة من ثوابت العقيدة. وده حدث لما دخلت فتاتان على السيدة عائشة رضي الله عنها في العيد يغنيان، وده عيد في البيت مش في جامع ولا في مكان عبادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم جلب فتبتدهما إلى أن قال وفينا رسول الله يعلم الغيب. قال لا كفاية، لا يعلم الغيب إلا الله. إذن إنشاد اللي هو بالترفيه في البيوت في غيره مختلف فيه بين من يجيز ومن يمنع، شرط من أجاز إنه لا يشتمل على محرم. طيب داخل المسجد، المسجد هنا مكان الترفيه ولا مكان العبادة؟ مكان العبادة. أنت بتحتفل بنية التعبد ولا بنية الترفيه؟ التعبد والاحتفال بالقول كثيرة تعمل تذكر الله، أما الترفيه اللي بتكونه ده مش مكانه المسجد. ما بقولكش يعني، أنا بتكلم على إني حتى هذا الترفيه كترفيه له ضوابط. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم لعب الأحابيش في المسجد ما كانش المسجد بالمحل المهدد الصافي بيتاحي يلعبوا فيها، وكان ليس وقت من أجال التعب. هو الصوت عندك يا شيخ عصام عنده مشكلة، ما أعرفش إيه مشكلة الصوت عندك. أنا يعني الأفكار وصلاني لكن بالتفاصيل الصوت فيه مشكلة عندك، ما أعرفش عندنا إحنا ولا عندك أنت. واضح ولا ممكن يكون عندك؟ طب معلش يا شيخ عصام، خليني أرجعك تاني لما قاله أو الفيديو اللي ذيعناه من شوية للشيخ المصير. نعم. هل سمعته بدقة؟ نعم. ما هو تعليقك على كلام الشيخ المصير؟ كلامه دقيق إلى حد بعيد طبعاً، والرجل يتكلم عن اللي هو قاله التصوف العلمي والتصوف العملي، اللي هو أهل العلم صنفوه تصنيف آخر، هو حب يبسطها للناس، اللي بيسموه التصوف الفلسفي والتصوف السني. التصوف الفلسفي اللي هو الأفكار اللي قال عنها اللي هو وحدة الوجود ومسألة الحقيقة والشريعة والتفريق بينهم وعلم الظاهر والباطن، وهو شغل اللي هو الخرافات. أما التصوف السني أي التصوف الملتزم بالكتاب والسنة اللي هو الزهد والرقائق وتزكية النفس في إطار قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو الاتباع. التصوف الفلسفي موضع كل مشاكل التصوف اللي هو قال عنه التصوف العلمي. التصوف العملي اللي هو لا يخلو من الإنسان كم أصلا طبيعته في هذا الجانب، ونفس وما سواها قد أفلح من تزكى، هو تزكية النفس ترقيق النفوس. والتصوف بالمناسبة بالمعنى التعبدي موجود في كل الأديان، ويعني ده عنوان كتاب مترجم عن التصوف المسيحي، وهتلاقي في التصوف اليهودي اللي هو اليهودية الحقيقية والتصوف المسيحي مش الرهبنة، لأن ربنا قال عن الرهبانية ورهبانيات أن ابتدعوها ابتداع. أما اللي هو التعبد اللي هو نظرت امرأة عمران ابنتها رب إني نظرت لك ما في بطني محررا، ونظرت سيدة مريم للعبادة، وده تصوف. إنما تصوف ملتزم بإيه؟ بالكتاب والسنة، ما فيش فيها حكاية الشفحات والخيالات وما نسمعه من كثير من مشايخ التصوف اللي هو التصوف الخرافي، مش التصوف اللي هو بتاع العلماء. اللي كنا نسمع الحسن البصري كبير الصوفية والزهاد، ومع ذلك كلامه كلام منضبط دقيق، حتى إن كثيرا من أقواله يظنها البعض أنها أحاديث، فقالوا عنه إن الذي كان يشبه كلامه كلام النبوة. وليه عبارات كتير
الناس يظنها أحاديث وليست أحاديث. الحسن البصري نفسه كان شديدا على حكام بني أمية، ولما سئل في ذلك حكام بني أمية لماذا هذا العالم شديد علينا، قالوا احتاج الناس إلى دينه واستغنى هو عن دنياكم. انتم محتاجين دينه وعلمه وهو مستغني عن دنياكم وحكمكم، فطبيعي هو ده الصوفي. انما الصوفي اللي بيتمسح باعتاب الحاكم ويبرر له ويضرب في المليان وانك نور عينينا وانك وانك، لا ده كلام دجل. ولذلك لما بتلاقي صوفي لا يكون مؤيد للسلطه ما بيعجبش السلطه، وشفناه ده في الشيخ الازهر وغيره، الشيخ عبد المحمود، الشيخ احمد الطيب. لذلك الصوفيه ليست كلها على وزان واحد. الصوفيه حتى في قصص محمد كانت على يسار السلطه لحد سنه 600 هجريه، ثم بدات تدخل في الاطار المؤسسي وانها تقترب من السلطه وبعض السلطات تسترد اليها في الحكم. وهنا حصل بقى التزاوج بين السلطه والصوفيه، فبدات تطلع الصوفيه صوفيه السلطه. فكلام الدكتور المسير بيتكلم على هذين النوعين، النوع العملي المخلص الذي لا يخلو منه انسان، انت بتذكر ربنا وتسبحه وتتقرب الى الله حتى ولم يتسمى ما فعلت تصوف. وسبب نشأة التصوف اصلا لما نرجع له سببه لما انتشر الفتوحات في الاسلام ودخلت الحضاره الاسلاميه، الطرف ازداد في المجتمع، فبدا يبقى فيه انه مناداه بالعوده الى الزهد، يا جماعه احنا مسلمين الدنيا ما تاخدناش بهذا الحجم، يبقى في توازن بين الدنيا وبين اعمال الاخره. فنشأ التصوف في هذه البيئه، جاء علاجا للطرف وجاء علاجا للماديه الطاغيه. فاللي يقرا سياقه يشعر يجد ذلك. بقت السلطات في تاريخنا الاسلامي وحرفت الصوفيه عن مسارها وتحولت الى تحالف مع السلطه تبرر اقوالها، واصبح يظهر التصوف الخرافي اللي بتشوفه. طيب معلش، في كتاب مهم للدكتور عماري علي حسن وانا كنت قرات منه اجزاء مش كله يعني. في الكتاب ده الدكتور عماري علي حسن بيتكلم على اثنين من اقطاب الصوفيه، ابن عطاء الله السكندري وايضا ابن رشد او الغزالي، انا اسف الامام الغزالي. نعم غزالي. وهو اورد في الكتاب ده حوار ما بين ابن تيميه وابن عطاء الله السكندري، وبيقول ابن تيميه قال لابن عطاء الله السكندري: ولكن أين تذهبون من الله وفيكم من يزعم أنه بشر الفقراء بأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء، فسقط الفقراء منجذبين ومزقوا ملابسهم، وعندئذ نزل سيدنا جبريل وقال للنبي إن الله تعالى يطلب حظه من هذه المزق، فحمل جبريل واحدة منها وعلقها على عرشه تعالى. ولهذا يلبس الصوفية المرقعات ويسمون أنفسهم الفقراء. فرد ابن عطاء الله السكندري قال له: ما كل الصوفية يلبسون الخرق، وهذا أنا أمامك، فما تنكر من هيئتي؟ فقال ابن تيمية: أنت من رجال الشريعة وصاحب حلقة في الأزهر. فرد ابن عطاء الله وقال: والغزالي كان إماما في الشريعة والتصوف على السواء، وإلى آخره. إذن هناك فرسان للعشق الإلهي أوردهم الدكتور عماري علي حسن في كتابه، ومن هم السيدة ربع العدوية؟ ماذا تقول في هؤلاء الصوفية يا شيخ عصام؟ ما ده اللي بنتكلم عنه يا أستاذ محمد. بالمناسبة ابن تيمية نفسه له فتاوى 37 مجلد اسمها مجموع الفتاوى، فيهم مجلدين عن التصوف. واحد اسمه كده التصوف والتاني اسمه السلوك. ابن تيمية من أعظم الناس تصوفا بالمعنى العملي، بالمعنى السني. ولذلك ابن القيم تلميذه من أعظم من كتب في هذا الباب وشرح مدارج السالكين، في كتاب اسمه مدارج السالكين، في إمام صوفي اسمه إسماعيل الهروي عمل رسالة صغيرة اسمها منازل السائرين في إياك نعبد وإياك نستعين، بيفسر إيه الآية. فابن القيم قال في المقدمة: شيخ الإسلام حبيب إلينا على الهروي، ولكن حبنا للحق أشد.
فعقب عليه وأيده، شرح اللي قاله، فراح عامل 3 مجلدات اسمها مدارج السالكين وكتب أخرى. فلا يخلو عالم اسمه محمد، وده الشيخ الغزالي، محمد الغزالي مش أبو حامد اللي هو أبو العقل والعلم، له الجانب العاطفي من الإسلام، وبيشرح حكم ابن عطاء الله، وبيقول كان دايما يقول لنا الجملة دي: يا أولاد، فقيه من غير تزكية نفس وتصوف معتدل يبقى حتة طوبة، يعني جامد غليظ، وصوفي أو عابد بدون علم يكون مش مجرد مخرف يضر الدين. وكان يقول النموذج ده اسمه محمد، يقول: ما الذي يجعل رئيس وزراء بريطانيا يفرح حينما يجد أن عدد زوار السيد البدوي 1,000,000 زائر، بينما لا نجد هذا في بيت الله الحرام ولا في الدفاع عن فلسطين؟ عايز أقول لك إن يا جماعة العالم الغربي ما أسعده بهذا التوجه في أمتنا. وفعلا تلاحظ كل سنة اسمه محمد السفير الأمريكي في الموالد، طب بينزل الموالد يعمل ايه؟ اللي في مصر معروف الاحداث دي. ليه الغرب النهارده، انا مش عايز بس انقل من دي لدي، بس يعني بس عشان نجيب كلمه الشيخ الغزالي، فالعلماء من زمان منتبهين لدي، معظم الحركات اللي عطلت مقاومه الظلمه 90% منهم كانوا من التصوف، ومعظم الحركات اللي ناضلت الاستعمار وحوربت كان للتصوف اللي جاهد الاعداء، زي السنوسيه، عمر المختار كان صوفي، السنوسية في ليبيا صوفي، وفي تركيا تركيا دي مثلا، ما هو ده التحالف الصوفية مع السلطة، التحالف السلطة تحالفت مع الصوفية مع السلطة في دولتين، الدولة الصفوية والدولة العثمانية في تاريخ التصوف، خلاص سواء إيجابي أو سلبي. طيب. كتاريخ. طيب يعني انت ترى ان الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عليه شايف انه احتفاء السفير الامريكي بمليون زائر لمولد السيد البدوي هم عايزين الاسلام ده، هذا راي الشيخ محمد الغزالي. طب ما قولك، ما قولك في محي الدين ابن عربي؟ هنا بيقول الدكتور عمالي علي الحسن، اورد الدكتور عمالي علي الحسن في كتابه فرسان العشق الالهي، ان ابن عطاء الله السكندري قال إن ابن عربي من أكبر فقهاء الظاهر بعد ابن حزم الفقيه الأندلسي المقرب إليكم يا معشر الحنابلة، كان ابن عربي ظاهريا ولكنه يسلك إلى الحقيقة طريق الباطن، أي تطهير الباطن، وليس كل أهل الباطن سواء. ولكي لا تضل أو تنسى، أعد قراءة ابن عربي بفهم جديد لرموزه وإيحاءاته، تجد مثل القشيري قد اتخذ طريقه إلى التصوف في ظل ظليل من الكتاب والسنة، إنه مثل حجة الإسلام الشيخ الغزالي يحمل على الخلافات أو يحمل على الخلافات المذهبية في العقائد والعبادات، ويعتبرها انشغالات بما لا جدوى منه، ويدعو إلى أن محبة الله هي طريق العابد في الإيمان. فماذا تنكر هذا يا فقيه؟ انت بتقول الجمله ولا بتسالني؟ ما هو بيسال وانا بوجه لك انت السؤال. هو ابن عطاء الله بيسال ابن تيميه، ده كلام نعم. اورده الدكتور عمار علي حسن. نعم اولا طبعا عارف كتاب الدكتور عمار اللي هو قال لي اكثر من كتاب عن التصوف، منهم كتاب عن التنشئه السياسيه للصوفيه، وفي كتب عن لغيره عن الخطاب السياسي عند الصوفيه. فيعني خلينا في محي الدين ابن عربي، ما قولك؟ محي الدين ابن عربي شخصيه موضع خلاف بين العلماء، منهم من نظر إلى كلامه اللي عن علم الباطن وغيره فرأى إن فيها بعض الشطحات، ومنهم من كفره، وطبعا لسنا مع هذا الرأي، ومنهم من نظر إلى كلامه خاصة الفتوحات المكية إن لا، يعني حتى الشيخ الغزالي تحامل عليه وقال دي المفروض تسمى الفتوحات الرومية، دي مش مكية، مش مكة خالص يعني. لكن والحقيقة بالعكس، ابن عربي هو كان مذهبه ظاهري فعلا، وله آراء فقهية مهمة جدا، ده لأنه صاحب يعني اتبع مذهبا فقهيا، لكن طبعا بعض الآراء اللي في التصوف عاملة زي الرموز اللي في الرواية والأدب، زي رواية أولاد حارتنا مثلا نجيب محفوظ، هي ليه مثيرة للجدل؟ لأن فيها رموز، الرموز دايما والرمزية دايما بتكون مثار جدل بين من يحملها على معنى شطحات، ف
فيصل بها إلى أنه في تشبيه للخلق بالخالق أو لغيره فيكفر، وفي اللي بيحملها بالمعنى الرمزي بيفهم معناها بالمقصود بها، زي ما بنشوف في بعض أشعار الصوفية عن الخمر ويوصف بها الذكر. طيب ما هو في النهاية أنا مع احترامي للإبداع، طب أنا لو عايز أتكلم عن الذكر إيه اللي خلينا أشبه بحاجة تصل بهذا المعنى؟ ده وجهة نظر الناس اللي هم أهل الفقه. ما الدنيا سهلة وسلسة، إيه اللي موديني للمساحة اللي تربك وتفتح باب للزندقة؟ ده وجهة نظرهم خلاص. إنما كأمانة لا، ما نقدرش نكفر حد بهذا الشكل حتى لو أتخطى آراءه. والرمزية في كتاب من 3 أجزاء رسالة الدكتور عن الرمزية عند ابن عوف. بصرف النظر عن الرمزية، يعني خليني بس في جملة أوردها الدكتور عمال علي حسن في كتاب فرسان العشق لله، بيقول إن من أقوال ابن عربي، وده كلام أنا بعتقد إنه كلام كويس، بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ من يبني إيمانه بالبراهين والاستدلالات فقط لا يمكن الوثوق بإيمانه، فهو يتأثر بالاعتراضات، فاليقين لا يستنبط بأدلة العقل إنما يغترف من أعماق القلب. كلامنا محترم، ما رأيك فيه؟ ماشي، مش وحش، بس ما هوش صحيح 100%. ليه؟ لأن الإسلام دين بيجمع بين الإقناع العقلي والخطاب الوجداني، ما بيعتمدش على خط واحد. الخط الصوفي بيعتمد على الوجدان، جميل مطلوب، بس في النهاية في عقل ربنا خلقه لي الوظيفة. الإنسان اسمه محمد مركب من مكونات، جسد، عقل، روح. لكل مكون من ده غذاؤه، غذاء البدن الأكل والشرب والرياضة، غذاء العقل الفكر والتدبر، غذاء الروح والنفس التدبر والقرآن والتلاوة والذكر. فالتركيز على جانب واحد بيعطل عندك الجانب الأخرى، فبيخلي نظرتك تبقى أعور العقل. عينك في نظرتك للقضايا في الإسلام جنح الحتة، ما بننكرش هذا الجانب. ممكن انت تبقى تاخد الجانب ده، انت راجل أديب، راجل عاطفي، راجل شاعر، حلو، بس لما تبقى انت تؤمن بالإسلام ان في كل ده، لكن انت تخصصك في الحتة دي لا مانع، مفيش مشكلة. انما لما تيجي تنظر في قضايا تانية لا، لبقى انا مؤمن في الإسلام. كما هو عابوا بعض الصوفية، ومنهم إذا اعتبرنا أنه هو مش رواية تخيلية كلام دكتور عمار علي حسن، عابوا بعض الصوفية على الفقهاء السنة أنهم دخلوا في جدليات فقهية، هو يقال أنه أطلق عليهم ابن عطاء الله أو ابن عربي فقهاء الحيض، أنهم دخلوا الإسلام شغلوه بقضايا فقهية كذا، ودي مش القضايا اللي دي خلت المسلم يبقى مشغول بتوافه او مش بتوافه، مشغول بشكليات اكتر من مشغول بالباطن. يعني اذا انت كنت بتاخد على الصوفيه استغراقهم فيما يسمى الباطنيه او الباطن، فهم بياخدوا علينا احنا برضو فكره استغراقنا وانشغلنا في القضايا الخلافيه في العقيده او في الفقه. ما هو قولك؟ كلام صحيح. ما احنا لا احنا مع ده ولا مع ده لوحده، يعني احنا بنقول يا جماعه الاسلام وسط بين، بياخد اهم ما في الاثنين. يعني بمعنى زي نموذج ايه؟ ما هو ده اللي خلى ابو حامد الغزالي كتب احياء علوم الدين. ايه اللي خلاه كتب احياء علوم الدين؟ ان كتب الفقه ركزت على العباده زي القانون وروح القانون. زي يعني يقول لك شروط تكبيره الاحرام، يقول لك 18 شرط، ده الواحد على ما يركز فيهم يفقد خشوعه، ما يخشعش. يبقى انت عمال تركز على الصلاه كحركات رياضيه، ده مش صح. الصلاة مطلوب أخشع فيها. طيب، ولا إن أنا أوصل لإني لا، أهم حاجة قلبك. يروح طالع لك بقى واحدة رأسك يا عم بقول لك إيه، وأنا مش أحسن من المحجبة اللي بتسرق، مش أحسن من أبو دقن اللي نصاب، يا عم هو هي يا نحرق يا نمرق. لا يا عمي، تبقى بلحية، تبقى محجبة، تبقى كذا وتخافي ربنا، تبقى كذا وتبقى أنت متدين وتبقى بتراعي الاثنين. فهنا دي المشكلة، إن كل جانب جه يعالج مشكلة، زي اللي بيعالج الدكتور اللي بيعالج مرض فيروح يجيب لك اثار جانبيه ثانيه تجيب لك مرض ثاني. هو ده مشكله اللي بيفصل بين التصوف والفقه الاثنين مع بعض. وكل مؤسسي علم التصوف الحقيقي، العلامه زروق في قواعد التصوف، ابن عطاء الله وغيره، والقشيري والجنيد، كلهم قالوا كده، طريقنا هذا مرهون بالكتاب والسنه، فمن اتى بغير ذلك فليس على طريقنا.
فإيه المشكلة إن أنا أكون صوفي أو زاهد أو عابد على سنة الله ورسوله؟ إيه الأزمة؟ هو هل معناه إن الإسلام ما فيهوش الجانب ده؟ الكتاب والسنة ما فيهوش اللي أنا هتبعه؟ لا فيه، إنما البعض عايز يمشي على أذواقه وآرائه هو في مشيئة بدين، فورد الشيخ الفلاني الطريقة الفلانية. طب يا عم ما الضرر يا شيخ؟ ما الضرر؟ خليني ارجع لكلام الدكتور مسير، ما الضرر في ان انا اقرا الورد اللي كتبه لي الشيخ عصام وهو شيخي؟ ما الضرر في ان انا اقدس الشيخ عصام اللي هو شيخي؟ ما الضرر في ان انا عندما انظر اليه لا اشعر بجوع ولا حاجه؟ ما الضرر في ان انا اقبل ايديه ولا اشرك في حبه احد اخر؟ ما الضرر؟ ما الضرر؟ ده بالضبط شغل التقديس والكهنوت الذي جاء الاسلام ليمنعه. خلاص، بمعنى يعني انا لما هبص لك هشبع، يعني الكلام ده بينفع في سياق تاني غير حكايه الشبع، الكلام الساذج ده. ان هو لما انا اقابل الاستاذ محمد ناصر وانا اعلامي مبتدئ وهو اعلامي خبير، اكيد مقابلتي له تديني خبره في حياتي تختصر لي 5 سنين، صح؟ في عالم الحياه ده موجود، فانا ممكن اقابل شيخ لما اشوفه يذكرني بربنا يختصر لي 10 15 كتاب في سلوكي الى الطاعه الى الله عز وجل. ده كلام منطق، بس ده علم بقى، مش دجل وشطحات. في عالم الحياه والدين موجود. هو انت النهارده لما انا اشتغل مع شيخ مبتدئ، ولا لما كنت سكرتير للشيخ القرضاوي السنه عام معايا مع شيخ مبتدئ 20 سنه، لا انا هشتغل مع حد تاني. ده اسمه ايه؟ الخبره، الحياه، اللي هو تبادل الخبرات باللقاء. انما مش انا قاعد متنحلك ببص لك وببص. طب خليني اسالك سؤال. هو الوقت عدى يا شيخ عصام، بس الحديث رائع. خليني اسالك سؤال انا مشغول بيه. ما الفرق بين ان انا اقول ان فلان، يعني مثلا ابن دقيق العيد وهو عالم جليل، ولا مش عالم جليل ده؟ فقيه معروف كبير. طيب، بيقول عن ابو الحسن الشاذلي: ما رأيت أعرف بالله منه ومع ذلك أزوه هو وجمعته وأخرجوهم من المغرب وكتبوا إلى النائب الأسكندرية أنه يغدم عليكم مغربي قد أخرجناه من ديارنا فاحذروه. فدخل الأسكندرية وآزوه حتى ظهرت له كرامات أوجبت الاعتقاد فيه. ده النص ده في صفحة من كتاب الشيخ فرسان العشق الإلهي، في صفحة كام يا دكتور عمار؟ يا دكتور عمار موجود في صفحة 39. ماشي، تمام. ما الفرق بين جملة ما رأيت أعرف بالله منه وجملة أعلم؟ يعني ما رأيت، ما رأيت أعرف بالله منه، ماشي، وجملة أنه عالم أو أعلم. لا، هنا هنا مسألة العرفان والعلم، اللي هو أعرف بالله منه، وده برضه تيجي في العلم. مين قال إنه ما يعني اللي ما يعرفش ربنا ما بقاش عالم؟ هكذا أورد الدكتور عمار الحسن في كتابه عن رأي ابن دقيق العيد في أبو الحسن الشاذلي. أيوه، هو في النهاية مين قال إني معرفتي بالله؟ ما هو القرآن بيقول إيه؟ الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. ليه؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. ربنا خلق الكون عشان نعرف عن طريق الكون ربنا. فهو العلم أنا بتعلمه عشان أعرف بيه ربنا. فهي نفس الجملة، ما رأيت أعرف بالله. ما هو لو عرف، لو هو ما عندوش علم هيعرف ربنا عن إيه؟ عن جهل. ده مش مبني التصوف والسلوك لم يكن على علم، يبقى معانا راجل جاهل. فدي نقطة بس محمد لازم ينتبه لها يا جماعة. ليس معنى كلامنا مش ضد التصوف، احنا ضد الطاحات وضد التصوف موظف ضد وصالح الامه او لتعطيل فرائض في الاسلام. الغرب النهارده اللي يعني تلاحظ ليه الغرب لما قاعد يهتم بالمخطوطات الاسلاميه اهتم بمخطوطات معينه الشطحات في التصوف. ليه؟ ليه النهارده الغرب بيشوف بدائل مع الامارات وبعض الدول ليه الاسلام الايجابي، التدين الايجابي، عشان عايزين تدين سلبي. ليه؟ ليه؟ ايه السبب؟ عشان مزاجه، عشان شايف مصلحه العالم. ان الغرب شايف ايه؟ ما تعالى جيب النهارده سلفيين. ماشي بقى، الغرب احنا عرفنا دي يا دكتور، بس احنا مش عايزين نتفرج في النقطه. انا نقطتي عندي فكره اعرف بالله وفكره اعلم. قد اجد عالم،
يعني أنت لا تنكر إن الشيخ علي جمعة عالم؟ ماشي. لا تنكر دي؟ ما بنكرش، وأنا إيه المشكلة يعني؟ ولكن أعرف ما الفرق بين الاثنين. ما هو عالم لم يعمل، ما هو بقى الفرق؟ العارف والعالم الذي علم عن الله، علم العلم وعمل به، يبقى هنا عارف بالله. تمام. بس ده عالم. تمام. عالم بس. خلاص؟ وصلك الفكرة يا محمد؟ الإنسان عنده علم، ما أي أجيب لك مستشرق، يعني لو قلت لك صامويل زويمر اللي عمل التنصير وعمل مؤتمر التنصير معالم بالإسلام. المستشرق المجري جولد زيهر. جولد زيهر ده راح يدرس في الازهر ولبس العمه، المفتي عشان يعتمده كان بيشرح درس مواريث للطلبه، ما عرفوش هو اللي جاوب. لما جه يكتب كتاب الشيخ الغزالي بيرد عليه، قال دماغي لف ودار، الراجل لقيته قارئ 300 مرجع عن الاسلام قبل ما يكتب الكتاب ده اهو. فالله يرد عليه بقى قارئ قد ايه؟ ما هو ده مستشرق ولهدف الطعن، قرأ ده كله، ده اسمه عالم. يبقى 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 الافضل عارف بالله. طبعا محدش ينكر. ولذلك الشيخ عبد الحليم محمود بيكتب على كتب ايه؟ للعارف بالله الشيخ عبد الحليم محمود. وكل علماء الازهر معظمهم جمعوا هذا الامر بين العلم والعمل. عالم بس كمثل الحمار يحمل اصفاره، شمعه بتنور للناس وهي تحترق، وده اللي بنقوله. طيب فكره الحب عند الصوفيه، وهي بيعتمدوا كتير قوي على فكره الحب، يعني على لسان السيده ربع العدويه، وان كان كملها الاستاذ طاهر ابو فاشا، وحبك حبين، حب الهوى وحب وحب الذي انت. هي بالمناسبه ابيات ليها مش بتاعتها. اهل الله، فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، واما الذي وانت. انا ليت الذي بيني وبينك عامر وبينك. يعني الحب واسمه ايه ده، هو بيقول ابو الحسن الشاذلي يقول انه من احب لله او احب الله واحب لله فقد تمت ولايته بالحب. ويقول بساط الكرامه اربع: حب يشغلك عن حب غيره، ورضا يتصل به حبك بحبه، وزهد يحققك بزهد في بريته، وتوكل عليه يكشف لك عن حقيقة قدرته. فكرة الحب اللي بيعتمدين عليها أو القائم عليها الصوفية، ما قولك فيها؟ ما هي ده القرآن والسنة. فاتبعوني يحببكم الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ما ده مقصود بيه الحب في الإسلام. ما هو الناس متصورة الحب بالمعنى العشق والغرام. الحب أنواع، أعلى أن تحب الله ورسوله. جميل. طب معلش برضو، طب ما قولك ما قولك في الكرامة؟ وابن دقيق العيد شهد لابن عطاء لابن عربي في الكرامة، أو شهد قصدي المرسي أبو العباس بالكرامة، بظهور كرامات. الكرامة إيه تعريفها يا أستاذ محمد؟ أمر خارق للعادة يظهره الله على يد الرجل الصالح إكراما له. في حاجة قبلها اسمها الإهانة بالمناسبة. إيه هي؟ أمر خارق للعادة يظهره على يد رجل كذاب إهانة له. يعني إيه؟ ممكن تعمل حاجة حركة تبقى فعلا كرامة، بس يبقى الناس شايفة إنك راجل صالح، صالح فعلا وعملا. يعني فيما يسمى بالكرامة، يعني فيما يسمى طبعاً بالكرامة. طبعا طبعا. وبقولك وفي قبلها الإهانة. إيه الإهانة؟ انك ممكن تيجي تقرا على واحد الفاتحه يموت في ايدك او يتشل. ماشي ماشي، بس خلينا في الكرامه. اذا نعم. اذا هناك ما يسمى بالكرامه، وده اللي قاله ابن دقيق العيد في حق المرسي ابو العباس، انه شهد له كرامات. ولا يخلو كتاب في العقيده الاسلاميه عند اهل السنه جميعا من مبحث الكرامه. في حاجه اسمها عندنا المعجزه، ده شيء خارق للعاده يظهره الله على يد الرسل من باب التحدي ليراه الناس. المؤمن حاجة أقل اسمها الكرامة اللي حاولوا تذكرها دي. بس الكرامة هنا إيه؟ إن الشخص مش قصدها، اللي عملها نفسه مش طالع بيتباهى بيها، ده هي شيء أظهره الله إكراما له، تبرئة له لشيء معين بتحصل. وحصلت من سيدنا عمر لما كان بيخطب من أول سيدنا وأنت جاي، وقبل سيدنا عمر بالمناسبة، لما بيخطب وسيدنا سارية في معركة
ولو نزل من على جبل الجيش هيهزم، وبينه وبين سارية أميال، آلاف الأميال. فجأة بيخطب قال يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، يا يسأل يا عم أنت فين وسارية فين؟ قال ما أعرفش. ما قالش لا يا جماعة أنتوا ما أنتش عارفين أنا مين. ده يعني الخبراء والخبراء العالم والمخابرات بيجوا يتعلموا مني. ما حصلش. لما جه سيدنا سارية قال له كدنا أنه زم، لولا أن صوتك وصل إلينا ألا نبرح الجبل فانتصرنا. قال والله لا أدري إلا يعني الكرامة هي على لساني. يعني الكرامة هي شيء خارق يظهره الله على يد عبد صالح دون أن يقصد العبد أو يتباهى بهذه الكرامة. نعم، ولا دون أن يفتخر، بالعكس ودون أن يفتخر. يا أستاذ محمد، خير خلق الله جميعا مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك بيقول ايه؟ انا سيد ولا ولد ادم، بيت الجمله ايه؟ ولا فخر. لان الفخر فلا تزكوا انفسكم، ممنوع شرعا، ما ينفعش يقول لك ربنا يرزقك الاخلاص زي ما رزقني، لا روح حامي حد، لا انت مخلص ولا ليك فيه. فالكرامه ربنا بيظهرها. واحد اتهم فجاه، تلاقي واحد جه قال لك لا والله، من غير لا شاهد ولا دليل ولا براءه، طلعت اسمها كرامه الرجل صالح اكراما له. وده كتير بالمناسبه. طيب معلش اخر حاجه، لان الوقت عدى كتير قوي والكلام في الموضوع ده مهم. اخر حاجه، فكره الضريح، ما الضرر انه القبر يتحول الى ضريح؟ هو الشيخ المصير انكره وقال ان القبور قبور، ولكن عنده الصوفيه بيحولوها الى اضرحه. ما الضرر؟ اولا الضرر لاني مثل هذه الامور نتج عن الاديان السابقه وغير، وفي امم كثيره نتج عن هذا التقديس للقبور، نتج عنها عبادة دون أن يدري الناس. يعني كيف نشأت عبادة الوثنية في البلاد العربية؟ في العرب قديما قبل الإسلام عندنا ود يغوث يسوع يعوق نصر. ود الآلهة الأصنام اللي هي الكبار عند الله، دول كانوا ناس صالحين، خمسة صالحين مؤمنين عباد موحدين ماتوا. لما اتوا واحد بتاع نحات، ما تزعلش مني يعني، فقالوا لا لا ده كانت فيهم واحده صخره ما كانتش حتى تمثال من اساسه. ما انا جاي لك بس، قال لهم اعمل لكم بس حاجه تفكركم بالناس الطيبه دي. قالوا طب ومال؟ للذكرى يعني. عملوها للذكرى. مات الجيل ده، جه جيل، جه الثاني الثالث، قال لك لا دول الالهه اللي بيرزقوني، فتعبدوا من دون الله. فمعظم التقديس للاسف بيقدر كده في مرحله من المراحل. فانما لو قبر خلاص يا عم، قبر يزار، ايه المشكله؟ وزور القبر، ما حدش منعك تزور القبر. والخلاف ان هو التبرك والحاجات دي، ما دام لازم نميز بالنقطه يا استاذ محمد. انت بتزور قبر الحسين، قبر السيده زينب، قبر الامام الحسين، زور خلاص معاك كزياره مشروعه. هنا النقطه المهمه، انت بتدعي الله ولا بتدعي القبر؟ اذا بتدعو الله متوسلا اليه بصاحب هذا القبر المراجل صالح، ده كده من يجيز ومن يمنع، مش شرك. الشرك هو انك تدعي غير الله، يا سيد يا بدوي اشفي ابني، لا بيشفي ولا ينفع نفسه ولا اي حد خلاص. انما يا رب ببركه الراجل الصالح ده اشفي ابني. انا دعيت مين دلوقتي؟ دعيت ربنا، ما دعيتش السيد البدوي. السيد البدوي يعني توسلت به الى الله. ده خلاف بين الفقهاء، اللي بيقول لك لا يجوز، واللي قال لك لا يجوز، لان ده دعاء بس ما بيدخلش في طائره في دائره الكفر والايمان. يجوز ولا يجوز؟ على الاقل حرام. طيب وجهه نظر اللي بيجوز ايه؟ عشان نفهم، انا بقول الكلام ده عشان الناس تفهم بس. يقول لك يا جماعه الرجل الصالح لما بيموت بركته ما تبرحش المكان، بتظل بركته موجوده. ده وجهه النظر عن شيء فلسفي نفسي، ان ده مش معقول بركته يمشي فترحل وتنتهي. لا تصلي موجودة يا سيدي، قبره ده موجود، ممكن تكون هذه البركة لا زالت أثرها ونفحتها. يعني كما جرب ذلك عدد من الصالحين رأى. وتتعجب مين اللي بيحرم التوسل عند القبور بالأموات؟ العز بن عبد السلام وهو من أئمة الصوفية. مين اللي بيجيز التوسل؟ الشوكاني وهو من أئمة السلفية المتشددين. ده معناه يا استاذ محمد ان البحث العلمي عندهم مش مبني على الهوى، انما على ادله. حتى لو خالف اعتقاد، ما
لو خالف المذهب اللي شغال فيه بيه معناه انا مش هوى علم. الشيخ الغزالي الله يرحمه عقلاني جدا ولكن قلبه شفاف وصوفي الى اعلى درجات الصوفيه المعتدله. هو الازمه هنا اني احيانا مثل هذه التوجهات الصالحه بينحرف بها بعض الجهات لتوظيفها الى اشياء اخرى عكس رساله الاسلام المطلوبه، وشفناها داخلا وخارجا في مصر وبره مصر. ما بنشوفها بغزاره، لذلك ليه التدين المسموح في الجيش والشرطه تدين التصوف الشعائري؟ اللي هو الصوفي اللي بهذا النوع مش الايجابي. لانه يقترب من العسكريه في نقطه مهمه. العسكريه مبنيه عليها استاذ محمد امر وطاعه. الصوفيه مبنيه على ايه؟ كن بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاز. فتمشي الحكايه دي معاهم. وتفاصيل اخرى يعني. على اي حال الموضوع كبير جدا وانا يعني تجاوزت الحلقه ب 21 دقيقه بس اللقاء معاك ممتع يا شيخ عصام. وانا كل الشكر والتقدير لحضرتك وعلى هذا اللقاء وهذا الوقت، شكرا شيخ عصام. شكرا. الموضوع كبير يا جماعه. الموضوع كبير وعميق يعني ومحتاج قراءات ومحتاج وما تاخدش الصوفيه كلها على بعض كده. منهم أبي الدرداء، منهم ابن عطاء الله، منهم السيدة ربع العدوية، منهم شيخ الأزهر أحمد الطيب. هل شفتوا في حاجة مخالفة للقرآن والسنة؟ إنما منهم ناس زي ما أنتوا بتسمعوا وبتشوفوا كده كشك يعني، وبيطلع الجنة وبتدخل النار والحاجات دي يعني. هي الحكايه محتاجه شويه فكر بس. على اي حال انا اخرت عليكم جدا واخرت على زمايلي وزمانهم دلوقتي يعني خلاص كرهوني، بس الحلقه خلصت والاسبوع خلص والحمد لله له المنه وله الفضل ان احنا قدرنا نخلص الاسبوع ده. فالى ان نلقاكم وحلقه جديده من برنامج مصر النهارده، يدينا ويديكم العمر ليوم الحد الجاي. نشوفكم على خير، تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.